ندخل في اهلي وترجي ونتكلم في اللي فات في الماتش الاخراني والماتش كمان اللي جاي وده تمام. اللي يهمنا طبعا النهارده بشكل كبير نركز عليه. خليني استعرض مع حضرتك مجموعه مع طبعا مع مشاهدي السادسه مجموعه من اهم اخبارنا النهارده. الخبر الاولاني الحقيقه مرتبط بفكره مشاركه محمد صلاح في الاولمبياد. الحقيقه يمكن في تواصل من اتحاد الكره هنا في مصر مع ليفربول، والامر ده هيحسم رد ليفربول على مشاركه موافقته بمشاركه صلاح في الاولمبيكس في طوكيو، يحسم بشكل اخير ونهائي يوم 28. تمام. رايك في مشاركه صلاح مع المنتخب او الثلاثه الكبار، ومين الاسماء اللي انت شايف لو كابتن شوقي غريب محتاج ان هو يضمها ممكن يكون هم الاقدر بالانضمام للاولمبي؟ طبعا يا احمد، محمد صلاح طبعا الحمد لله قيمه كبيره جدا، مش على مستوى مصر وافريقيا بل على مستوى العالم طبعا. محمد صلاح اضافه قويه جدا جدا للمنتخب الاولمبي، وانا مع الكابتن شوقي غريب والاتحاد المصري لكره القدم ان هم لازم يحاولوا ويقاتلوا ان محمد صلاح يكون موجود، لان هو اولمبياد طوكيو دي برضو حاجه مهمه جدا بتمثل مصر وهيكون اضافه قويه لينا. فمن الطبيعي ان واحد بقيمه محمد صلاح من افضل لعيبه العالم دلوقتي متصنف نفس ميسي ورونالدو ومبابي والنجوم الكبار دول كلهم، لا محمد صلاح، لا يا كابتن شوقي والاتحاد المصري لازم تقاتلوا على محمد صلاح يكون موجود في منتخب الاولمبي ان شاء الله. مين مع محمد صلاح من وجهه نظر كابتن احمد نخله؟ والله انا اشوف ان الشناوي قوه، برضو قوه كبيره جدا لمنتخب مصر، اضافه كبيره طبعا للمنتخب الاولمبي، يطمن الجمهور، يطمن الجهاز الفني. أيوة. يطمن حتى المدافعين اللي موجودين قدام الشناوي، لان ما شاء الله انت بتتكلم في احسن حارس مرمى في مصر وافريقيا دلوقتي محمد. أيوة. الشناوي صحيح. اكيد هيطمنك واكيد هيكون اضافه كبيره جدا للمنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو. ومع صلاح والشناوي، والله انا ممكن اقول لك ان مثلا يعني ممكن يكون في واحد في نص الملعب، يعني اعتقد محمد النني قيمه كبيره جدا. وهو مظلوم اعلاميا بصراحه يا احمد، اتمنى ان محمد النني يكون موجود بصراحه، يعني تمام هيفرق كتير جدا برضو مع المنتخب الاولمبي.